برحب بحضراتكم من جديد. ويمكن زي ما دايما بنتكلم اكيد على نجومنا المحترفين الكبار اللي في الدوريات الاوروبيه ومشرفينا، وطبعا يمكن اكترهم في الدوري الانجليزي، عندنا نجوم كتير هناك، ولكن كل حد بيبدا برضو صغير لحد ما بيكبر كده. في نجوم كتير تانيين مصريين او لعيبه كتير مصريين محترفين في دوريات اوروبا، وبنبقى عايزين نسلط عليهم او نلقي عليهم الضوء اكتر، يمكن في يوم من الايام نشوفهم في منتخب مصر ونشوفهم كمان في مكان اعلى من ده. طبعا معانا يمكن كابتن عبد الله حافظ عبر سكايب، وهو لاعب الحقيقه مصري اهلاوي جدا في من ناشئين انبي، هو دلوقتي بيلعب في دوري البولندي الدرجه الثانيه. برحب بيك يا كابتن على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا ساره، ازيك عامله ايه؟ كله تمام طبعا. عايزين نعرف منك الحكايه من البدايه، وتكلمنا طبعا عن كواليس انتقالك للدوري البولندي والدنيا والمنافسه عامله ازاي هناك. يعني انا عارفه ان انت في الصحافه هناك يعني بتحتفل بيك وبادائك مع فريقك. والله يا ساره انا ابتديت مشواري اصلا خالص، انا قعدت سنه في الاهلي في الناشئين في البراعم، يعني كنت حوالي 8 سنين. كان الكابتن بدر رجب عامل فرقة، وطبعا كنت من ضمن الفرقة دي. بعد كده الكابتن أمين عرابي مشي، الكابتن أمين عرابي جه، الكابتن بدر رجب مشي، الكابتن أمين عرابي جه مشى الفرقة دي، قالوا لي تروح الأكاديمية وبتاع. فالمهم يعني ما حبيت أروح إنبي، طبعا كنت بتمرن في إنبي، والكابتن أمين محمدين أول ما شافني قال لهم ايه الواد ده هاتوه وبتاع، جاب ابويا على طول ومضينا. ومن ساعتها قعدت في انبي حوالي 10 سنين. طبعا ما بين بقى في اخر الفتره دي كانوا بيمشوا لعيبه كل سنه، طبعا بيمشوا لعيبه ويجيبوا لعيبه جديده، كل سنه يمشوا لعيبه ويجيبوا لعيبه جديده. جات لي كذا فرصه ان انا اروح امشي من انبي، بس انا يعني كنت مرتاح هناك. طبعا الانبي معروف من احسن الناشئين في مصر، كنا بناخد دايما البطوله، يعني مواليد 98 دي معروفه طبعا ان احنا كنا على طول بناخد البطوله، حتى يعني من الاهلي. وطبعا بعد لما ال 98 اتلغت طلعت مع ال 97، فضلت مع ال 97 حوالي 3 سنين لحد ما الفرقه بتاعت الناشئين بتاعتها خلصت. المفروض ان انا كنت مكمل مع الفريق الاول، كان الكابتن امام محمدين والكابتن عبد الناصر محمد كانوا معرفيني يعني ان انا مكمل مع الفريق الاول في انبي. وبعد كده جالي فرصه ان انا اطلع فتره معايشه في نادي اسمه هانوفر 96، النادي دوت كان في الدوري الالماني، وكان ساعتها لسه هابط الدرجه الثانيه في الدوري الالماني. فانا كنت رايح اعمل فتره معايشه هناك، والحمد لله كنت ماشي معاهم كويس، بس جالي اصابه في كتفي فرجعت تاني. طبعا ما خدتش الفرصه في انبي عشان انا كنت المفروض ابقى حاضر في التمرين مع الفريق الاول وما روحتش. بس وكان على كان على كنت على تواصل يعني مع كابتن وليد انديل ده كان لعيب في الزمالك وكان بيلعب في منتخب مصر كاس عالم وبتاع. رحت كنت على التواصل معاه يعني، كلمته وجاب لي النادي اللي انا فيه دلوقتي دوت في الدوري البولندي في الدرجه الثانيه. طيب انا عايز اعرف بقى، يعني قول لي كده الدوري البولندي برضو ماشي ازاي، نقرب الناس اكتر ونعرفهم اكتر، المنافسه عامله ازاي؟ انت تقريبا في فريق خوتنيك كاراكوف صح كده؟ تمام. المنافسه ازاي عامله ازاي في الدوري البولندي، وطموحك يعني برضو على ذكر الدوري الالماني، يعني معروف ان الدوري البولندي بيصدر لعيبه كتير يمكن للدوري الالماني والدوري الايطالي. مظبوط. بصي، هو أول حاجة الفرق، في فرق كبير طبعا ما بين الكرة هنا والكرة في مصر. هنا يعني هنا على اللي أنا شفته هنا يعني الموضوع احترافي أكتر. طبعا يعني التمارين ممكن التمرين مثلا يقعد 3 4 ساعات، ساعات نتمرن 3 مرات في اليوم، ده بالنسبة للتمرينات. بالنسبة في تحليل أداء، في كل لعيب بيبقى ليه زي الدوسيه، جري كام، جري قد ايه في الماتش، جه عمل قد ايه في الماتش، كام كرة قطعها، كام كرة فقدها، كام ميس باص، كام الكلام ده. فالحاجات دي كلها في كل لعيب بيبقى في فيديو بعد الماتش بيشوفه، بيتعلم من لو عمل حاجة كويسة المدرب بيقول له دي عملتها كويسة، لو عمل حاجة وحشة بيقول له انت عملت كده كان المفروض تعمل كده.
فدي بتبقى لكل اللعيبه. فدي طبعا حاجه بتهيالي يعني كنت مفتقدها، لان طبعا لما الواحد بيعرف خطأه وبيحاول يصححه، حاسس لكن ان طالما مستواك انت بيتطور. بالظبط وطبعا دي معروفه برضو الحته اللي انت قلتيها، ان على طول في لعيبه من الدوري البولندي بتطلع المانيا وايطاليا بالذات فعلا، لان الدوري البولندي طبعا اقل من الدوريات بتاعت المانيا وايطاليا واسبانيا وانجلترا، طبعا اقل شويه، فاللعيبه بتبقى سعرها اقل شويه بالنسبه للنوادي دي، فانها بتشتريها باسعار قليله، وبعد كده بتبقى نجوم كبيره، يعني زي في لعيبه كتير قوي من بولنديين بيلعبوا في الدوري الايطالي والالماني والاسباني كمان. طيب عايز اسالك يا عبد الله، حد من المنتخب المصري الاولمبي تواصل معاك؟ والله هو انا بقالي بالظبط، يعني انا بقالي سنه هنا، لعبت نص موسم، لان انا جيت من شهر يناير اللي فات، كان طبعا موضوع الكورونا، فابتدينا نلعب الموسم بتاعنا، بدانا الموسم في شهر 9، فاحنا لعبنا حوالي 17 حوالي 16 ماتش، فلسه مخلصين الدور الاول، ودلوقتي كنا واخدين اجازه بين الدورين، ولسه راجعين فترة الإعداد، فما كانش في فرصة حتى، يعني إن يعني أنا لسه ما بس أتمنى طبعا إن حد يكلمني، وأتمنى طبعا إن أنا أخد فرصتي في إن أنا أشارك في المنتخب الأولمبي، دي حاجة طبعا هتبسطني، وأنا كنت يعني دي حاجة أي لعيب يتمناها طبعا. اكيد طبعا. طب خليني اسالك يا عبد الله، انت خدت افضل لاعب في الشهر في الدوري البولندي الشهر ده؟ خدت، لا، أفضل لاعب في شهر سبتمبر، في شهر سبتمبر. أفضل في شهر سبتمبر كنت واخد وعارفه ان افضل لاعب. الصحافه هناك يعني دايما بتتكلم على ادائك وقد ايه انت لاعب مميز، ودي صورتك معانا افضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري البولندي. عايز اسالك على طموحك، يعني الخطوه اللي جايه بالنسبه لك انت بتطمح لايه الفتره اللي جايه؟ مش طموحك في المطلق دلوقتي، ولكن الخطوه اللي جايه حابب تنتقل لاي دوري، او انك تلعب في الدوري الالماني او الاسباني، يعني ايه طموحك، ايه تفكيرك الفتره اللي جايه؟ والله هو انا طبعا اول ما جيت هنا واجهت مشاكل كبيره جدا طبعا، يعني دي مش هيبقى حد عارفها قوي، بس انا حابب اشاركها معاكي، اللي هو اتفضل. مثلا حاجه زي اللغه بالنسبه لي مشكله كبيره جدا، يعني انا بيتكلموا بولندي، الانجليزي بتاعهم، انا الانجليزي بتاعي كويس، بس هم يعني الانجليزي بتاعهم قليل، وكان معانا مدرب، يعني احنا المدرب بتاعنا اتغير، كان معانا مدرب ما بيتكلمش انجليزي خالص، كان دايما المساعد يعني كان دايما المدربين التانيين بيقعدوا يترجموا، وهو كان بيبقى متضايق من الموضوع ده، فدي طبعا كانت مشكله كبيره، مشكله اللغه، مشكله الجو هنا طبعا احنا مش متعودين على الجو، الجو بيبقى تحت السالب، وعندنا ماتش، فدي حاجه برضو بالنسبه لي كانت يعني ولسه بواجهها، احنا دلوقتي الجو عندنا صعب جدا، بس تمرين عادي في ميعاده، والجو ممكن لو تلج لو مطرة لو اي حاجه تمرين عادي مفيش حاجه، فدي برضو مشكله الواحد بيواجهها، بس طبعا زي ما قلت لي انا يعني عندي طموح ان انا طبعا اظهر نفسي الاول في الدوري البولندي، وبعد كده طبعا ان شاء الله في فرصه يعني ان انا اطلع الدوري الالماني الدوري الاسباني، طبعا ده هيبقى حلم كبير، يعني ده هو ده هدفي، هو ده هدفي ان انا اللي انا بسعى له واللي ما انا فيش بشتغل أي له على تواصل أو أي عروض في الفترة الحالية؟ والله هو كان في عرض من نادي في بلجيكا، بس كان مجرد كلام، يعني هو كان واحد كلمني وقال لي اسم النادي، وقال لي ان هم بعتوا للنادي وان هم بيتكلموا مع النادي، وكان مجرد كلام، بس انا لحد دلوقتي انا لسه في النادي بتاعي. مين مثلك الأعلى في الكرة المصرية يا عبد الله؟ والله هو مثلي الاعلى في الكرة المصرية طبعا يعني من اللي بيلعبوا في مصر، من اللي كانوا بيلعبوا في مصر طبعا، انا كابتن حسام غالي بحبه جدا، كابتن ابو تريكا، دول يعتبر المركز بتاعنا، بلعب تحت الفيرود وبلعب هاف، وطبعا يعني انا باخد كابتن محمد صلاح بالنسبه لي، يعني هو طبعا بالنسبه لاي حد قدوه، بس انا يعني اسلوب اللعب بتاعي مش زي كابتن محمد صلاح، بس انا بتكلم على شخصيته، هو بيعجبني جدا في شخصيته وطريقه تفكيره وطريقه احترافه، هو يعني هو شخص هو عارف هو عايز ايه وقدر يوصل اللي هو عايزه، فدي حاجه مش موجوده في اي لعيب تاني.
كلمنا يا عبد الله برضو عن على انتمائك للنادي الاهلي، انا عارفه انك اهلاوي جدا، وعلى شعورك بعد تحقيق الثلاثيه. طبعا بنتكلم على كاس مصر والدوري ودوري ابطال افريقيا، والله هو وكمان شعبيه بصراحة الاهلي هناك يا عبد الله، يعني شعبيه الاهلي عندكم برضو في بولندا. بص هكلمك بصراحة، وهنا الكورة يعني مقفلين، يعني هما هنا أنا كنت بسأل كذا حد، في اللي عارفه في اللي عارف النادي الأهلي وفي اللي بيقول لي لا معرفوش، بس هما لما أنا يعني لما كان ماتش الأهلي والزمالك بعد كام يوم كنت عمال أقول للناس اللي معايا في الفرقة يا جماعة في ماتش نهائي أفريقيا اتفرجوا عليه يا جماعه، مش كده يعني نهائي افريقيا، اقول لهم زي مثلا لما ريال مدريد وبايرن ميونخ يلعبوا في النهائي زي ما مش عارف مين، عمال اوصف لهم عشان عايزهم يتفرجوا على الماتش، بالنسبه لي حاجه كبيره وهم مش هيشوفوا الماتش اصلا، ف حاجه حلوه جدا طبعا لما يبقى فريقين من مصر بيلعبوا نهائي افريقيا، وطبعا انا كنت بشجع الاهلي، وطبعا الماتش دوت كان بالنسبه لي حاجه جميله جدا يعني، وقفشه على فكره على تواصل معاه هو صاحبي، وكنت قايل له ان انت ان شاء الله انت اللي هتجيب البطوله دي، وفعلا ان شاء الله هو اللي جابها، الحمد لله، فعلا كلنا فرحنا لان بده. قفشه اصلا من عندنا من انبي، فقفشه على بالظبط تواصل معاه على طول يعني. بالظبط. شكرا ليك يا عبد الله، مبسوطين انك كنت معانا، وبنتمنى لك طبعا كل التوفيق، ونتمنى ان احنا نشوفك طبعا في الدوريات كبيره جدا في اوروبا، ونشوفك كمان مع المنتخب الاولمبي. الحقيقه دي الطيور المهاجره، ودايما بنبقى مستنيين نشوف صلاح واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره طالعين من مصر، وبنتمنى طبعا كل التوفيق للاعبينا في كل الدوريات الاوروبيه.